صباح الخير عبد القادر. صباح الخير نوار. صباح الخير محمد. صباح الخير لكل المتابعين. الجديد الجديد اليوم سنبدأه من شركة تويتر، لكن نتكلم قبل ذلك عن تطبيق فاين الذي أغلقته الشركة بعدما استحوذت عليه ودام الاستحواذ لمدة 4 سنوات ثم أغلقته، لكن يبدو أن هذا أثار حافظة البعض. نتابع. إذن يبدو أن مؤسس تطبيق فاين لم يعجبه قرار تويتر إغلاق التطبيق الذي استحوذت عليه الشركة مقابل 30 مليون دولار سنة 2012 بعد 9 أشهر فقط من إطلاقه لتعود وتغلقه السنة الماضية. ونشر دوم هوفمان تغريدة على حسابه في تويتر تظهر شعار فاين مع الرقم 2 في إشارة إلى مشروعه الجديد، لينشر تغريدة أخرى قال فيها إن التطبيق سيقوم على مبادئ 3 أهمها إعطاء فرص متساوية لكل الناشرين. نبقى في تويتر دائما، إذ أعلنت الشبكة إطلاق مدونتها باللغة العربية موجهة إلى مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر أن تتضمن تحديثات المدونة مجموعة واسعة من المواضيع تشمل الرياضة والترفيه والأخبار اليومية والتسويق ومبادرات السياسة العامة والإعلانات الحكومية الرسمية. إذن هذا خبرين تقريبا من تويتر. تويتر كانت اقتنت فاين ثم أغلقته، وذلك أثار غضب مؤسس فاين الذي باع هذا التطبيق وكتب في تغريدة قبل أشهر: لا تبع شركتك، إذا كانت عندك شركة ناجحة فلا تبعها. الناس تسأل عن فاين، ما هو تطبيق فاين؟ فاين هو تطبيق لنشر المقاطع الصغيرة من 6 ثواني فقط. نعم. وحصل على شهرة كبيرة جدا جدا للغاية، ثم استحوذت عليه تويتر بعدما رأت أنه ربما ينافسها في خدمة الفيديو، لكن سرعان ما أغلقته بعد 4 سنوات فقط، وهو ما أثار غضب مؤسسي التطبيق وقرروا إعادة إحيائه بنسخة ثانية. واشتهر أيضا في أصوات الشباب والمراهقين ما بين عمر 13 وحتى 18، وهو اليوم حتى على إنستغرام يعني بعض الصفحات تسمى بالفاين نسبة. نعم. إلى الفاين نسبة إلى الفاين، لأن الكثير من الذين عندما أغلق فاين نصحت تويتر بأن ينقلوا صورهم وفيديوهاتهم إلى مناطق أخرى، وبالتالي نقلوها إلى إنستغرام، والكثير من المشاهير الذين اشتهروا على فاين فقط الآن صاروا من مشاهير إنستغرام. إذن يبدو أن الخطوة لم تكن مدروسة بشكل جيد كما يقول المتابعون من طرف تويتر التي أغلقت هذا التطبيق الشهير. ثم نعرج على قصة فتح المدونة باللغة العربية. ربما هذا التوسع من شركة تويتر نحو المنطقة العربية التي تتصدر فيها في بعض دول المنطقة العربية. نعم تتصدر فيها المشهد، لكنها تأخرت في دعم اللغة العربية، تأخرت في فتح مدونة لها. اليوم تستدرك تويتر هذا التأخر وتذهب إلى المنطقة العربية بكل قوة لتقول بأنني موجودة كشبكة اجتماعية وما زلت أنافس في هذه المنطقة، ولا يوجد تويتر ولا يوجد فيسبوك فقط في هذه المنطقة. عبد القادر، الآن للمشاهد الحاضر معنا الآن يقول: أنا أتابع تويتر من زمان وباللغة العربية. نعم. وقد تكون أحد الأعمدة التي اعتمدت عليها الثورات العربية. صحيح. بعد اليوتيوب أيضا والفيسبوك هو أيضا تويتر، فما هو الفارق؟ ما الذي حصل؟ الغريب في الأمر محمد أن تويتر لم تكن تنظر إلى المنطقة العربية كأنها منطقة متميزة نوعا ما عن الغرب. عندما تتكلم على اللغة العربية فأنت تتكلم على لغة مختلفة تماما عن اللغات الأخرى، لغة تكتب من اليمين إلى اليسار وليس من اليسار إلى اليمين، وهذا ربما يحتاج بعض التعديلات، بعض التحديثات على التطبيق، بعض التحديثات على الموقع الإلكتروني، وهو ما فعلته تويتر فعلا قبل أشهر أو قبل سنوات. الآن تتجه إلى دعم هذه اللغة العربية باللغة التي أو هذه المنطقة باللغة التي تتكلمها. لذلك عندما تجد مدونة رسمية لتويتر باللغة العربية ستجد فيها جميع الموارد التي قد تحتاج إليها أنت كمستخدم أو أنت حتى كمطور، قد تحتاج إليها هذه الموارد باللغة العربية، وفعلا ستساهم ربما في إثارة النقاش أكثر وفي دفع الناس أكثر إلى الذهاب إلى هذه المنطقة. وتغيير للتويتر يعني يقوم بزيادة الحروف واليوم يقوم بإدخال اللغة العربية. نعم، فهذا ربما للمنافسة أكثر وأكثر مع شبكات التواصل الاجتماعي أخرى. إلى موضوع آخر، إلى جوجل التي كانت أعلنت عن الكثير من الخدمات في مؤتمرها الأخير. اليوم سوف نستعرض خدمة أو منتوجا من منتجاتها الجميلة. إذن أصبح بإمكان المستخدمين الآن اقتناء سماعة جوجل اللاسلكية التي أعلنت عنها في مؤتمرها شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. السماعات مصممة لأجهزة جوجل بيكسل بشكل خاص، لكنها تعمل بكفاءة مع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد مارشميلو أو أعلى. من بين خدمات السماعة إمكانية
استدعاء مساعد جوجل بالضغط على الزر لتنفيذ الأوامر الصوتية أو فتح التطبيقات المختلفة، لكن أبرز خدماتها هي الترجمة الفورية، إذ يمكنها الترجمة ضمن 40 لغة من بينها اللغة العربية بمساعدة الهاتف المحمول من وإلى المتلقي. تجدر الإشارة أن السماعة مجهزة ببطارية تسمح بالتشغيل المستمر إلى غاية 24 ساعة، ويقدر ثمنها بنحو 160 دولارا. إذن هذه الخدمة الجميلة من أو هذا المنتوج الجميل من شركة جوجل. هناك الكثير من المنتجات التي تقلد هذه الخدمة قبل أن تطلقها جوجل، أنها تقدم الترجمة الفورية، لكن عندما نتكلم على جوجل فهي الرائدة في الترجمة الفورية، الترجمة الإلكترونية. لكن يقال أن هناك دائما بعض المشاكل في الترجمة الفورية، يعني خاصة عندما يتعلق الأمر باللغات الصعبة، يعني نعم. تتكلم على اليابانية أو الصينية أو العربية بالمقارنة باللغة الإنجليزية سيكون الأمر صعبا نوعا ما، لكن الكثير من المحللين قالوا بأن الشركة قد تنجح في الترجمة إلى اللغة العربية تماما كما نجحت نسبيا بين قوسين في ترجمتها الموجهة على الحواسيب أو حتى على التطبيقات. الكثير من الناس يستخدمون ترجمة جوجل، نتكلم على مئات الملايين من الناس يستخدمونها في كل العالم. الآن صارت هذه الترجمة متواجدة أو موجودة في القمم السياسية الكبرى مثل أمس القمة الإسلامية. نعم. السؤال اليوم عبد القادر، يعني أصحاب المهن مهن الترجمة الفورية إلى أين؟ يعني ربما متى ستظل هذا الخبر التوري. قد يخيف نوعا نعم. ما اصحاب خصوصا انه يعتبر هذه المهنه من يعني من اغلى المهن في اوروبا مثلا الترجمه نعم. الفوريه فعلا، لكن ربما قد يقدمون خدمة عوضا، يقدمون الخدمات كمترجمين يقدمونها للشركات. هذا الخبر لن يخيف الزميل موفق ما في نعم ما في لأن لديه بصمة خاصة لا جوجل أو غير جوجل تجيب للبصمة فعلا نعم. محمد تبقى دائما الترجمة البشرية طبيعي. أدق وأفضل وتحمل طبعاً. المشاعر على عكس الترجمة الآلية التي لا تحمل لا مشاعر ولا أي شيء من هذا القبيل. نعم إذا شكرا لكم محمد ونوار، هذا ما بدي اليوم. شكرا لك عبد القادر. في مواضيع متجددة. شكرا لكم. شكرا لك.